بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الكتاب 83، كتاب الأيمان والنذور. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأيمان والنذور، وفيه 33 بابا. والأيمان جمع يمين، واليمين هو القسم، القسم، وقيل هو أيضا الألي، ألي، ألي يعني أقسم، الذين يؤلون، يؤلون يعني يقسمون، ولا يأتلي أولو الفضل منكم أولو الفضل منكم والسعة، يأتلي يعني يقسم، يحلف. وسموها يمين ليه؟ لأن تملي إذا أقسم إنسان أخذ بيمين الذي أمامه حتى يوثق العهد، فسموه يمين من أجل ذلك. فاليمين هو الحلف وهو الألي، ومنها الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم، يعني الذي يحلف ألا يقرب زوجته أقصى مدة، يعمل إيه؟ 4 أشهر، يا يرجع عادي يا يطلق، فهم؟ وسيدنا أبي بكر الصديق لما أقسم ألا ينفق على مسطح بسبب حادثة الإفك، لأنه أشاع ونقل الكلام في حق سيدتنا عائشة وكان ينفق عليه، فأنفق ألا ينفق عليه، فإيه؟ فربنا قال إيه؟ ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، يعني لا يقسم أولو الفضل منكم والسعة ألا، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. عمل إيه سيدنا أبي بكر؟ إيه؟ كفر يمينه وأنفق عليه مرة. والنذور جمع نذر، والنذر هو نوع من العهد والإلزام، يبقى النذر يعني عاهد ليلزم نفسه، وفي الشرع هو التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع. تعريف النذر إيه في التعريف الشرعي؟ هو التزام قربة، يعني طاعة غير لازمة بأصل الشرع، يعني الشرع لم يلزمك بها، أنت اللي ألزمت نفسك بها، فهم؟ وقيل هو إيجاب ما ليس بواجب، إيجاب ما ليس بواجب، يبقى ده النذر. ولا ينعقد إلا بالتلفظ باللسان، ولا ينعقد بالنية، يعني لو نويت حاجة في نفسك كده أنك تعملها لله ولكن لم تتلفظ لا تنعقد نذرا. النذر لابد فيه التلفظ باللسان. الباب الأول، باب قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. لا يؤاخذكم أي لا يحاسبكم أو يعاقبكم، لا يعاقبكم الله باللغو في أيمانكم، واللغو هو كل ما لا يعتد به من الكلام، هو اللغو كل ما لا يعتد به من الكلام. ولغو الأيمان الذي لا يؤاخذ به، ضرب له مثال الإمام الشافعي: إذا قلت في كلامك بلى والله مثلا،
او ايه اجبني والله، زي المصريين ما يقول لك ايه والنبي بركة كده، يقولها بركة لا يقصد حقيقة الإيمان، يقول لك والنبي مر علي بكرة. فهمت ازاي؟ اه دي كلها لغو، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. والإمام أبو حنيفة قال اللغو في الأيمان هو أن تحلف ظنا منك أنك صادق ثم يتضح أنك مخطئ. يبقى دي برضو ايه مش محتاج كفارة. يعني أنا واحد بيقول لي ممكن تديني 100 جنيه سلف، اقول له والله ما معايا 100 جنيه ولان انا اعتقادي ان انا ما حطيتش فلوس في جيبي، فانا حلفت له قلت له والله ليس معي الان 100 جنيه. وبعدين بعد ما انصرف بحط ايدي في الجيب الداخلي كده لقيت في 100 جنيه محطوطه بقى لها شهر وانا مش واخد بالي، ما فيش كفاره، ده لغو، لان انا لما حلفت كنت ظانن في ان انا صادق. فهمت بقى ازاي؟ يبقى الامام ابو حنيفه قال اللغو في الايمان ان تقسم على شيء ظنا منك انك صادق ثم يظهر خطا مع اعتقادك، فده لا كفاره فيه. فهمت بقى؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، جمع يمين، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. عقدت الأيمان يعني عزمت وقصدت بنية جازمة. فهم؟ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. طب افرض أنا عملت يمين جازمة وأريد إن أنا أتحلل منها، فربنا رحمته واسعة، قال إيه؟ فكفارته، لو أنت عايز بقى تخلص منه وربك ما يعاقبكش تعمل ايه؟ تكفر عن هذا اليمين. ازاي اكفر عن هذا اليمين؟ ازاي؟ ادالك الحلول، ثلاثة حلول على التخيير وحل عند عدم القدرة على واحد من الثلاثة. واضح؟ ايه هي الثلاثة على التخيير؟ اطعام 10 مساكين، كويس، من اوسط ما تطعمون اهليكم. يعني شوف انت الوجبة بتاعتك بتكفيك قد ايه مالا وتطلع ايه لعشرة. اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم، يعني من متوسط النفقة بتاعتك، مش شرط، مش شرط، يعني انت بتاكل وجبة غالية شوية احيانا وجبة رخيصة احيانا، هات المتوسط. من اوسط ما تطعمون اهليكم، او شوف التخيير اهو، أو كسوتهم، وكل ما يطلق في الكسوة إن شاء الله تجيب 10 طواقي لكل مسكين طاقية، 10 شرابات كسوة. فهمت إزاي؟ 10 شيلان يحطها على كتفه، 10 جلاليب، المهم أي 10 غيارات داخلية، 10 كلسونات، 10 فلنات، كل ده كسوة ينطبق عليه ايه؟ الكسوة. لكن الحذاء والخف لا يطلق عليه كسوة في عرف اللغة. فهمت بقى ازاي؟ في عرف اللغة، وان كان احنا ايه في 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 العرف العام عند المصريين يعتقد إيه انه هو كسوة، فقدموا عرف اللغة هنا احتياطا على عدل حتى لا يتوسع بعرف ايه اللي يبقى كسوتهم، او مش كده وبس، او تحرير رقبة. شوف ما زلنا في التخيير، يبقى اطعام او كسوة او تحرير رقبة. فمن لم يجد يعني اي واحدة في الثلاثة يلجأ لايه؟ يلجأ الى صيام 3 ايام. يبقى الصيام للعجز عن، ما ينفعش يصوم على طول كده. في ناس ايه يقولوا لك ايه؟ أرجوك ما تخلينيش أحنس علشان ما أصومش 3 أيام، لا يا سيدي، ده الصيام ده لما تكون عاجز عن الإطعام. استقر في أذهان الناس إنه كفرت اليمين صيام 3 أيام. لا يا سيدي، الصيام 3 أيام دي ليه؟ ده للعاجز عن الإطعام أو الكسوة. لأن إحنا دلوقتي بقينا مخيرين بين خصلتين مش 3، ما فيش تحرير رقاب دلوقتي. إزاي بقينا مخيرين بين خصلتين لا ثلاثة لها؟
وهو الكسوة أو الإطعام. واضح؟ هل يجوز إخراج القيمة؟ الأحناف قالوا يجوز إخراج القيمة، والشافعية قالوا الإطعام لابد أن يكون طعاما. ومذهب الأحناف وإن كنا شافعية نعمل به لأنه أيسر في العمل، وإن كنا شافعية فهمت إزاي؟ لأنه أيسر في العمل، والنبي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فهم؟ فمن لم يجد فصيام 3 أيام. شفت الشرط أهو، عدم الوجدان، إيه نلجأ لصيام 3 أيام. لا يشترط في صيام 3 أيام الكفارة أن تكون متتالية، ممكن تكون متباعدة، يعني لا يشترط الموالاة. فصيام 3 أيام ذلك يعني السابق كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، ما لا تبالغوا بقى في استعمال الحلف وتكتر فيه، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. لا شك إن ربك لما يعمل لك حلول من الحرج اللي انت احرجت نفسك فيه دي نعمة كبيرة من الله تستوجب الشكر. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه الحديث 746,000 قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله اللي هو ابن المبارك المروزي قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه اللي هو عروة بن الزبير عن عائشة عمته خالته ستنا عائشة تبقى خالته لأن عروة بن الزبير أم أسماء وأسماء أخت ستنا عائشة يبقى هنا بيروي عن خالته وأمه أم المؤمنين عائشة عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قط. قبل ما تنزل آيات الكفارة كان سيدنا أبي بكر أما يحلف لازم ينفذ ما عندوش حل تاني، فكان لا يحنث في يمين قط. ليه؟ لأنه لا إيه لا حل للخروج من اليمين، فكان لا يحنث لم يحنث في يمين قط حتى أنزل الله كفارة اليمين. وقال لما نزل بقى كفارة اليمين قال لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. على شكل عمل إيه لما حلف إنه هو حلف ألا ينفق على مسطح فإيه فكفر يمينه وأنفق عليه، لأن ربنا بيقول له ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى يا ربي أحب أن، فأعاد له نفقته وكفر عن يمين. وعن أبي قال حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة، الحسن ده اللي هو الحسن البصري، قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن ابن سمرة، سمرة وسمرة اسم شجرة من شجر البوادي فكانوا يسموا به ايه اولادهم، فهمت ازاي يسميه سمرة، يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، يبقى لا تسأل الإمارة. والوقت الإخوان المسلمين قعدوا إيه 80 سنة يطلبوا الإمارة 80 سنة. طب ليه؟ أنت شوف ربنا أقامك في أي دائرة اتقنها واعبد الله فيها وخلي الإمارة هي تيجي لوحدها، جات عرضت عليك خير وبركة، لم تعرض عليك فأتقنت ما أقامك الله فيه خلاص، إنما التنافس على الدنيا مش مطلوب، فهمت إزاي؟
وعشان كده يفلسفوا الامور، يقول لك احنا لازم ايه العلو والتمكين ومش حاجات كده، ويالفوا كتب في الكلام الفارغ ده، واخد بالك، ويقعدوا يتنافسوا من اجل دنيا. لا تطلب الاماره، ان طلبتها وكلت اليها. ويستدلوا بايه سيدنا يوسف، سيدنا يوسف معصوم، لما بيقول ايه اجعلني على خزائن الارض. طب سيدنا يوسف نبي معصوم، هو انت زي سيدنا يوسف؟ يقول لك ما قال اجعلني. ايوه هو قال، هو نبي، وهو نبي، انت مش نبي. الرسول قال لغير الانبياء، قال لهم ايه؟ قال لهم لا تطلب الاماره، لانك اذا طلبتها هتطلبها بشهوه نفسك، فاذا طلبتها بنفسك وكلت اليها، مفيش اعانه من الله بقى. فهمت بقى؟ فدي الخطوره. في حين ان سيدنا يوسف مع نبوته عرضت عليه رئاسه الوزاره، قال له انك اليوم لدينا مكين امين، انا عايزك تبقى رئيس الوزاره. قال له لا، كفايه عليا وزاره التموين بس، مش عايزها كلها، يعني حتى ما الرئيس يقبل كلها، مش كده برضه؟ قال له انك اليوم لدينا مكين امين، يعني هتبقى انت رئيس الوزراء كلها، هتبقى انت كل القرارات في ايدك. قال له لا، كفايه عليا بس خزائن الارض، بس كفايه عليا، انا عايز ابقى وزير خزانه وتموين. يعني حتى سيدنا يوسف لما طلبها بعد ما عرضت عليه عامه قيدها وقللها لعظم المسؤوليه. فهمت بقى ازاي؟ وبالتالي لا تطلب الاماره. ليه؟ لأنها مسؤولية كبيرة في الآخرة وفي الدنيا. فبيقول له هنا يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها. يعني أعانك الله، طالما جات لك كده وربنا خلاك في موضع المسؤولية وطلب منك، انت لم تطلب، طلب منك لسابق خبرتك انك تتولى امارة، يبقى استعن بالله بقى ايه واقبلها. واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك. الفقرة دي هو اللي جايب الحديث عشانها، الفقرة الثانية، لأنه جايبة في أبواب إيه؟ الأيمان والنذور. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وعن أبي قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان ابن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله، يعني يطلب منه حاجة يركبها، يبقى أستحمله يعني إيه؟ يطلب منه ما يحمل عليه من ركوبة. كان الكلام ده في غزوة تبوك، فجم جماعة الأشعريين كانوا فقراء وغزوة تبوك بعيدة، فقالوا يا رسول الله احملنا، يعني ادينا ناقة نركبها علشان نخرج معاك في الغزو. فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه، يعني والله ما أحملكم الآن لأنه ليس عندي ظهر كافي أحملكم عليه. قال ثم لبثنا ما شاء الله أن نلبث، انتظرنا ما شاء الله أن ننتظر. ثم أتي بثلاث زود غر الذرة، الزود من الإبل من 2 لـ9 وقيل من 3 لـ10، غر الذرة يعني بيض الأسنام، عارف السنام ده هو ذروة الشيء، ذروة الجمل إيه سنمه، يبقى غر الذرة يعني بيض الأسنام. ثم أتي بثلاث ذود غر الذرة، فالنبي قالوا 3 ذود غر الذرة، وكانوا الأشعريين طالبين منه أن يحملهم، فلما جه نادى الأشعريين قال لهم تعالوا خدوهم اركبوه، فحملنا عليها. فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا والله لا يبارك لنا، أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف ألا يحملنا ثم حملنا، خافوا ليكون النبي نسي يمينه
وقال لهم والله لا احملكم. وبعدين بعد كده حملهم، فخافوا لحسن يكون النبي نسي يمينه فلا يبارك لهم في هذه الركوبة. فارجعوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنذكره. فأتيناه فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم، ده هو ربنا اللي بعت لكم رزقكم، أنا ما حملتكوش، ده هو ربنا بعت رزقكم فنديته لكم، أنا لم أحنث، أنا قلت والله لا أحملكم أي بنفسي. فلما أرسل الله فالله هو الذي حملكم. فهمت؟ بل الله حملكم وإني والله. ثم بين القاعدة بقى، إن الإنسان أي إنسان يحلف على يمين ويظهر له ما هو خير منها يكفر ويعمل اللي خير منها، وإن كان النبي هنا ما حنس، بس هو النبي بيبين الحكم. واضح؟ والله إن شاء الله، وإن شاء الله هنا جاية إيه؟ تبركا. إيه؟ جاية تبركا. زي واحد كده تيجي تقول له اسمك إيه؟ يقول لك إن شاء الله يسري. طب إيه علاقة إن شاء الله باسمك إيه؟ بس إن شاء الله دي تملي المستقبل، وأنت يسري من زمان. مش كده برضه؟ يبقى دي اسمها إيه؟ للبركة. يقصد كلمة إن شاء الله هنا إيه؟ تبركا لا استثناء. فهمت؟ لأن ممكن يقصد بها الاستثناء أو يقصد بها التبرك. وإني والله، شوف هنا قسم أهو يمين، إن شاء الله تبركا لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فاختلف العلماء، الكفارة قبل الحنث ولا يحنث وبعدين يكفر؟ فهمت بقى ازاي؟ اختلف. الشافعية قالوا يجوز الاثنين، فاش اشكال خالص، الا لو كان حيصوم لابد يبقى بعد الحنث، لان لا يصح ان يصوم قبل دخول الوقت، لان الصوم عبادة. انما التانية عبادات مالية، الاطعام والكسوة عبادات مالية، ويجوز في العبادة المالية كالزكاة اخراجها مقدمة. شفت طريقة فكر الامام الشافعي؟ فهمكم عشان الشافعية تفهم طريقة فهم الامام الشافعي. الامام الشافعي قال ايه؟ قال لو حيحنث ويكون الكفارة مالية فهو مخير ان يفعلها قبل الحنث او بعده، اما لو كانت الكفارة بدنية عبادة بدنية كالصوم فلا يجوز الصوم كفارة رمضان قبل مجيء رمضان. انت ينفع تصوم ايه كفارة الصيام بتاع رمضان قبل ما يجي رمضان عشان انت هتسافر في رمضان اللي جاي ان شاء الله؟ لا، تستنى الاول لما يجي رمضان وتسافر وتفطر، وبعدين بعد كده تبقى تكفر، لان دي عبادة بدنية. فهمت؟ فعلشان كده الامام الشافعي قال لك ايه؟ قال لك يجوز الكفارة أن تكون قبل الحنث وبعد الحنث إن كانت عبادة بدنية، وإن كانت عبادة مالية كالكسوة والإطعام، أما لو صوم فلا تجوز إلا بعد الحنث. ده مذهب الشافعي. كويس؟ طب المالكية، المالكية والأحناف قالوا بعد الحنث مطلقا. فهمت إزاي؟ بعد الحنث مطلقا، سواء كنت هتطعم هتكسي هتعمل، احنس الاول وبعد كده يجي ايه؟ يجي المسوغ للكفاره، انما تعمل حاجه قبل مسوغها. فهمت بقى ازاي؟ ده راي مين؟ المالكيه ولا احنا؟ الشافعيه قالوا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ في الحديث وكفرت عن يميني، شوف الحديث بيقول ايه؟ إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. قال كفر الأول أهو، كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. ردوا على الشافعية، قال لهم يا شافعية الواو لا تقتضي الترتيب. يا شافعية اعقلوا، الواو لا تقتضي الترتيب. قال لهم في رواية سنن أبي داود إلا ثم كفرت. فهمت إزاي؟ رواية أبي داود سنن أبي، هي رواية صحيحة. قال إيه؟ كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير. فهمت بقى؟ ده ردود الشافعية على بعضهم، يعني هم يقعدوا إيه العلماء
يحبوا ايه يتناقشوا مع بعض كده مناقشات لطيفة. لكن الوهابية يحبوا يتناقشوا مناقشات سخيفة لأنهم مش علماء، مناقشاتهم سخيفة. لكن انت لما تقعد تشوف بقى العلماء ويتناقشوا كده تبقى قاعد مبسوط، رد ده يبسطك ورد ده يبسطك، وكل حاجة تحس الدنيا حلوة والدنيا واسعة. وعن أبي قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. يعني ربنا جعلنا آخر الأمم من حيث الظهور في عالم الدنيا، وجعلنا أول الأمم دخولا الجنة. إيه الجمال ده؟ كل ده ببركة نبينا، مش بحلاوة فينا. يعني الحلاوة فينا جاية من نبيين، فهمت ازاي؟ وسلام لك من أصحاب اليمين، يعني سلام لأجلك من أصحاب اليمين، فهمت؟ فكل لأجل النبي يا سيدي. قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. والله اليمين هنا بيحلف النبي، لأن يلج يعني يتمادى ويصر أحدكم بيمينه في أهله، يعني واحد حلف أنه هو مثلا إيه لا يقرب زوجته أو لا ينفق على زوجتي عقوبة لها أو. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك لو أصريت على هذا اليمين ده معصية، والأفضل ليك أنك أنت تكفر عن اليمين ده وترجع تاني إلى حسن عشرتك معه، فهمت بقى؟ عشان كده بيقول إيه والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله، يعني في الإضرار بأهله، آثم يعني أكثر إثما له عند الله من أن يعطي كفارته، يعني يحنث ويعطي كفارته، ويعطي كفارته التي افترض الله عليه. وعشان كده اليمين اللي ينبني عليه معصية يسموه إيه؟ يمين اللجاج. يمين اللجاج يسموه إيه؟ أو نذر لجاج، اللي هو النذر أو اليمين المتعلق بإيه؟ بقطيعة أو معصية أو شيء من هذا. وعن أبي قال حدثني إسحاق يعني ابن إبراهيم قال حدثنا يحيى ابن صالح قال حدثنا معاوية عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما ليبر يعني الكفارة. من استلج يعني تمادى في يمين ينبني عليها ضرر في أهله، ضرر في أهله، فهو أعظم إثما يعني أكبر خطأ عند الله، إنما ليبر يعني الكفارة. يعني يبر بيمينه إزاي؟ إنه يكفر خلاص، يبقى يلغيه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ويم الله، يعني ايه من ضمن صيغ اليمين؟ ويم الله، عايز يجيب لك صيغ اليمين يعني اللي بينعقد عليه الحلف. وعن ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وامر عليهم اسامة بن زيد فطعن بعض الناس في امرته، عشان كان ايه؟ كان عنده 16 سنة وخلاه قائد على جيش في ابو بكر وعمر وعثمان من دور ابو ابائي. فقالوا ايه ده؟ يبقى هو بعثه صلى الله عليه وسلم عشان يأخذ بثأر ابيه الذي قتل في مؤتة، فهمت؟ وكان يعلم انه شجاع مقدام، وحتى يدربه على القيادة وعلى العسكرية، فهمت ازاي؟ فالنبي اراد ذلك، فالناس ايه؟ طعنوا في امارة ايه؟ اسامة.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنتم تطعنون في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، لما بعث أبوه في مؤتة زيد بن حارثة وعلينه هو قائد على قرشيين، والقرشيين كانوا يأنفون أن يتولى عليهم مولى، يعني كان عبدا ثم إيه تحرر. يقول لك إزاي أنا قرشي بقى ويبقى مولى، كان عبد يقودني ويأمرني؟ لا، ما ينفعش كده. فلما النبي قال لزيد وهو مولى، لأنه النبي إيه اعتقه فصار مولى، واخد بالك، ولا عتق. الناس قالوا لا، إحنا إزاي يقودنا مولى وإحنا أحرار قرشيين، فاهم؟ فطعن. فبيقول لهم أنتوا مش طعنتوا قبل كده في ولاية أبي زيد؟ فعلشان كده بيفكرهم. فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، وايم الله، أدي الآية اليمينه، إن كان لخليقا للإمارة، إن كان مستحقا لها، واخد بالك، خليقا للشيء يعني مستحق له، إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، ده على مين؟ على زيد بن حارثة. وإن هذا، على أسامة، لمن أحب الناس إلي بعده، عشان كده كانوا يسموه إيه؟ حب النبي ابن حبه، يعني حبيبه ابن حبيبه. هو جايب الحديث على أي حال علشان إيه؟ يمين النبي وايم الله. باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. وقال أبو قتادة، طب على أي حال احنا نقف على هذا الباب لأنه أحاديثه طويلة، إيه نقوله بكرة إن شاء الله بدل ما نقف في أثنائه، نقف عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.